اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حرق الحلقه الخامسه من الموسم الثامن من جيم اوف ثرونز، وخلاص باقي حلقه وينتهي الموسم على الاخير. خلاص. طبعا احنا في الحلقه هذه بعد ما صارت الخساره لدينيريس وجيشها في الحلقه الماضيه، الحين حيهجموا على كينجز لاندينج. فكان في البدايه طبعا اول شيء كانوا في دراجون ستون على أساس أنهم رجعوا هناك. نعم. يجمعوا قواهم وأفكارهم بعدين يرجعوا يهجموا مرة ثانية. أول مشهد كان فيرس كان بيكتب رسالة وجاءت بنت صغيرة وقالت له أن الملكة ما كانت تأكل. ما بتأكل. نعم. طبعا إيش كانت الفكرة؟ بالضبط والله ما عرفت الفكرة. أنه كان بيحاول يسممها. أها. أوكي. إيه. عشان كذا قال خلاص نحاول مرة ثانية في العشاء. أوه. شفت كيف؟ عشان كذا كانت في المطبخ. أوكي. أيوة. صحيح. قال ارجع المطبخ قال ارجع تبون له غبتي. اي بالضبط. فطبعا فشلت خطه فيرس في هذه الناحيه. فلما جاء جوسنو نزل له على اساس انه يحاول يقنعه انه انت الشخص الانسب لهذا. ما ححاول فيه بس جوسنو ترى شغل السر حقه ماي كوين ملكتي ما في ما في شخصيه مو ما في شخصيه بس انه هو قد كلمته. يعني جوسنو معلم نيد ستارك انه كلمتك كلمة ما تتنازل عنها ابدا. واللي استنتجناه انه شرفه زي وجهه. لا بس في يعني نقطة بس نتكلم عنها بعد شوية حق حرق فارس يعني. اي بالضبط. فطبعا ما اقتنع. تيريان لما شاف فيرس قاعد يحاول يقنع جون سنو قام راح لدينيريس. على طول ايوه ينفض بجلده. طبعا من اسوأ الاشياء صراحة في كل المواسم الاخيرة انه الناس اللي كانوا عباقرة في التصرف مع الأمور صاروا أغبياء جدا منهم فيرس وتيريان تيريان بشكل أخص ما أدري لمين ما أدري عشان نبطل إسكار يعني. بشكل أخص تيريان يعني في الحلقات الماضية وحلقة هذه مرة كان سيء. حواراته تفكيره طريقة طرحه للمواضيع كلها تحسها واحد مبتدئ ما هو كأنه عايش ملوك وعطى اقتراحات يعني أوكي في الحرب وما الحرب تقبلناها فكرته بس حتى بعد الحرب ترى إلى الآن ما سوى شيء ما اقترح اقتراح كويس. يعني ما أدري هل هو خلاص يبون يبينون الناس إنه تحول لغبي فجأة يوم صار معداني ما أدري يا أخي مرة شيء غريب يا أخي مرة كذا لو خاصة إنه فيروس يعني أنقذ حياته. فالطريقة اللي جابها بيها ما حسيتها شخصية. أيوه أيوه. بالضبط حسيته برا الشخصية طلع عنها بكثير يعني. حتى لو يبغى يسوي زي كذا ما راح يسويها بالسرعه هذه. طبعا تسارع الاحداث تكلمنا عنها في الحلقات الماضيه قلنا ايش توقعنا لازم يكون في تسارع في الاحداث. ممكن تيريان يسويها بشخصيه تيريان بس بعد احداث كثيره ما هو كلمه قال له لا بسوي بروح يدبز عليه على طول. صعبه مره بس طبعا دينيريس هنا قالت انه جون سنو خانه. فلما تيريان صفل لها الصفه كلها قامت رجعت صفتها مرة ثانية وحطت جون سنو. ويعني لما منطقيا ايوه يعني هو كان انه ارجوك لا تقول لي احد هو قال لسانسا بس هو كان واضح قال انه حتكلم انا اشوف انه ما على غلط. ايه بس هو كان واضح يعني بس هو في الاخير لما قالت له الطريقة الوحيدة اللي احنا نقدر نتعايش مع بعض انك ما تقول لي احد فكان هذا على اساس انه الطريقة الوحيدة. فلما ما يعني خالف الشيء اللي كانت تبغاه صارت الأحداث المتسارعة هذه. دينيريس من أول ما قابلت فيرس قالت له إنه اللحظة اللي تخونني فيها راح أحرقك. هو قال لها اللحظة اللي حس إنه أنت غير مناسبة راح أقول لك وجهك. هو قال لها فعلًا لكن برضو هذا الشيء ما نفع وحرقته زي ما شفنا. هنا معلش جون سنو إحنا قد شفنا أول في عند الجدار. لما ستانس كان بيحرق ذا كينج بيوند ذا وول هنا تدخل جون سنو لانه اساسا مربي نيك ستارك انه مربي انه ما في احد يحرق احد وهو حي. فهناك تدخل هنا قاعد اشوفه كذا يناظر ولا كانه ما هو جون سنو انا اشوفه بس هو شوف لما كان كينج اوف نورث لما جاء حرق ستانس كان حرقه لغرض تعذيبه قدام شعبه. اوكي عشان شعبه يخضع لستانس. بينما هنا كان اعدام
كان اعدام سريع يعني النار زي ما تقول. اي بالضبط ما كان ما كان موت بطيء. اي هذه اتوقع نفخه النار خلاص هذيك على طول للعظم هذه وصلت بالضبط. هذول يعني كانوا مولعين على نار خفيفه اول يبغوا يطفوا هذا مع مانس رايدر وجون سنو عشان ما يتعذب. لكن انا ما اتوقع انه تعذب. لا بس انا برضه حتى ما تدخل يعني انا استغربت انه هو يبغى ما يبغى دينيريس تشك ابدا في ولاءه. صح فعلا معك. اي لا زي ما حق الماضي مع سانسا مع هذا كان في تسرع كله عشان ايش يبين لدينيريس ان انا معك. بس هو راح ملاحظين في جون سنو عدم ارتياح فهذاك ابدا غير مرتاح وتتقلب افكاره انه هل انا سويت صح ولا غلط. لما نجي المشهد اللي بعده لما كان تيريان ودينيريس برضو بيتكلموا عن الرحمة وعدم الرحمة فكانت تقول انه سيرسي بالنسبة لها رحمتنا نقطة ضعف. يا فنا اوكي. فهو قال طيب لو استسلموا خلاص تم الموضوع خلينا نسوي كل شيء تبغي. لكن لو دق جرس الاستسلام ايوه فتح البوابات أوكي. خلاص هنا خلاص وافقت على الموضوع عادي. فحنشوف بعدين طبعا ايش صار. فقالت له ترى على فكره اخوك اللي انت مبسوط فيه ورجعته بالفعل قدرنا نمسكه وهو بيحاول يعدي القوات حقتنا عشان يوصل للريد كيب والحين هو محتجز عندنا. طبعا راح تيريان وقالت له كلمة قالت له سويت أي قرار خاطئ بعد كذا خلاص هتكون نهايتك هتكون آخر قرار قالت أنه أخطاء كثيرة أنت بس ما تعال هذه معناته أنه بتعدمه معناته ما راح يصير هاند هاند كينج تنفي هاند ذا كوين ما بس أنه حينتهي دوره مع سواء حي أو ميت. فهو اتخذ قرار خطير أنه يروح ينقذ أخوه. طبعا هذا قرار ما فيها كلام اتوقع انه لو دري دينيرس بيطير كان ما فيها كلام كان رقبته راحت على طول يعني. فطبعا شفنا كيف لما راح قال له في ثلاث شغلات. اول شيء ما توقعت ابدا اني اقدر اسدد الدين اللي انت انقذتني في الموسم الرابع هذا واحد. اثنين انت الشخص الوحيد اللي ما كنت شايف انه انا وحش كنت شايف اني هذا الحوار كان مؤثر مؤثر الحوار هذا مره وهذا اللي ساعدني اني اقدر اعيش الى اليوم هذا يعني كان ممكن ترى اشخاص زي كذا ممكن تحرب بسهوله يعني. الشيء الثالث ما زلت اشوف انه في امل انه تقدر تقنع سيرسي وتروح انت وهو انت وهي وابنها يعني نقول اتكلم عن ابنها بالضبط وابنك الجديد هذا على اسوس وتعيشوا في بنتوس هناك وتعيشوا حياتي ستارت نيو لايف يعني يبدو من جديد وكيفكم يعني. بس حسيت في الموقف هذا يعني مفروض انه يكون فيه اداء احسن شوي ما ادري من ناحيه تيريون جيم حسيت شوي يعني الكلام مؤثر بس ما ادري لا انا شفت تيريون بالعكس اداءه حلو ممكن جيم اللي ما كان عنده رده فعل هو يعني الاثنين الصراحه يعني ما ادري جاي من هنا ولا هنا بس انه الاثنين مع بعض ما كانوا اللقاء كان يمكن يصير احسن بكثير أيه. يعني انت لو تتذكر تيريان اللي قتل ابوه في هذيك اللحظه الموسم الرابع الثالث زي كذا الرابع نعم تمثيل تيريان هناك والكلمات يعني ما يقارن بهذا صح صح. طبعا انا ما اقول لك انه ما هو كويس او ما هو قدم مستوى انا قارن بالاداء اللي اداه في يعني الموسم الرابع هذا شيء إيه فعلا انا هذه النقطه مو ان اداءه مو كويس او انه لا ممكن كويس بس اقل من مستواه في توقعنا متوقع اكثر بكثير من بيتر دينكلج يعني حسيت انه يعني شويه كان ما ادري له كتابه ما في بشيء كثير صار لا أنا ممكن انا اشوف انه جيمي ما ساعده بالفعل جميع بالفعل صح كان بارد ايه كان بارد مرة بارد بالمرة يعني حتى ما كان في رد واخذ كل اللي بيتكلم كان تيريان ترى نفس الحلقة الماضية سانسا وآريا سحبوا على معلمهم بران فشكلها من ال بالضبط. طبعا بدأت المعركة وبدأت المعركة بمباغتة من دينيريس وتنانين على السفن. طبعا التنين ما شاء الله لفل أكبر يعني إيش أقول والله ما أدري إيش أقول يعني طلقة واحدة سدحت إني تخش على الجيش لحالها ولا في شيء مشتت تشوف ترى كلهم كانوا مركزين عليها يعني ما في أي نقطة تشتيت ولا شيء بس هي لحالك حرقتهم كلهم
هو لما رجع دراجون ستون هناك اخذ شاكورا كذا و... جمع لفل هناك لا وخاصة ما شاء الله النار حقته ما تخلص ما كله كاري الصباح والله مره بعدين احرق السفن احرق السور احرق على الدنيا كلها يا ابويا انبحل قلت يعني شوف صراحة هنا ضعف المشهد هذا كان من اكثر من شيء. اول شيء الدراجون ما شاء الله عنده ستيلث بلس 100 يعني لما كان من وراء الجيش جاء دخل من وسط المدينة كذا وفجر الجيش وما حد انتبه له أبدا تنين. كيف لما هاجم على السفن وكيف النار حقته صارت تكسر كل شيء. يعني شفنا في الحلقة الرابعة لما كان أو الثالثة كانت الثالثة لما التنين الأزرق حق النايت كينج كان بيحاول يحرق جون سنو. جون سنو كان متكي ورا جدار طيب حجرة كمان كذا صغيرة حجرة صغيرة والنار في كل مكان كذا ما هي راضية تكسر. لا شفت الطوبة هذيك هي حق براند بيلدر ايوه قوية مرة ايوه عشان كذا ما عليك. لكن هنا كسر المدينة كاملة بالنار حقته. حتى الريد كيب اللي هو يعتبر واحد من أقوى القلاع الموجودة واللي سوى التارجيريانز نفسهم كان يعني غير منطق. بس خلنا نرجع شوية. ففجرت هي السفن حقت يورون غري جوي بكل سهولة وبساطة ما جاء فيها ولا سهم أوكي. وبعدين الجولدن كومباني اللي دفعت عليهم سيرسي زي قلتهم صح بس شفناه من جوي الوايت ووكرز نفس الشيء صف معاهم في اليوسلس كلوب مره بالضبط. بعدين نرجع لقطه التكسير الايرون فليت. الايرون فليت اختفى خلف الكاميرا يعني ما شفنا فايت قوي بين التنانين والايرون فليت. يا اخي تنين ومدافع وزي كذا كان في لقطات سينمائيه المفروض تطلع احسن بس ما طلع شيء. كلها يعني لقطه طلع التنين صوبوا عليه حرقت كم سفينه نقلوا الشوت ما يعني اوكي مستعجلين بس برضو يعني اهم لقطه في الحدث تقريبا لهم ركزوا على المدينه. شوف اللي دا مره ركزوا على المدينه. انا اقول انه ركزوا عليها زياده عن اللزوم. انا هذه هي انه ركزوا في احداث كثيره صارت في المدينه تحسها مكرره. كم صح مره صح. شفنا ناس يفقعون كثير يا رجل من بدايه الحلقه نتكلم فيها بس انه كثير طولوا فيها يعني لو اعطوها الايرون فليت شوي احسن. اتفق معك شويه. والشيء الثاني انه السكوربيوز هذه اللي كان اللي تطلق الاسهم صارت يعني فجاه صارت ضعيفه مره يعني شفناها في الحلقه الماضيه نزل ابديت الرفع عدمها كلها نيرف ريلود بطيء والايم تعبان ما في ايم اسيست شكله ما مره قفلوا شكله على البي سي. طيب ف جات طبعا دقت اللي هو جرس الاستسلام حق الريد كيب. لا قبل هذا دقوا الجرس بعد ما دخلوا ال ايه احنا قلنا انه جاء من وراء الجدار جاء من وراء الجدار وبعدين كسر على الجولدن كمباني روح بهم وروحوا وكذا ودخل الجيش حق جون سنو وغري وورم ومدري ايش ودخلوا في مواجهه. بعدين دقت الاسهم طبعا الجولدن كمباني استسلموا اصلا على طول. الجولدن كمباني برضو الجيش حق الكينجز لاند الجيش حق اللانسترز برضو استسلم كله استسلم ما في خلاص دقت الجرس وخلاص يعني وقفوا الحرب. ايه مفروض انه هنا انتهت و شو اسمه تيريان يعني بيطالع كذا انه تعرف الحمد لله انه كذا خلاص خلاص انتهى الموضوع. دينيريس نظرتها طبعا للريد كيب وهذا المخرجين قالوا في اخر الحلقه انه لما شافت الريد كيب ولما سمعت الاجراس ذكرت كل شيء انسلب منها في حياتها ما قدرت تمسك غضبها. طبعا لما ترجع للموسم الثاني الموسم الثاني او الاول اعتقد الاول بعد ما مات خال دروغو كانت تتكلم مع جورا دينيريس وقالت انه في يوم من الايام لما يكبر التنانين حقوني الموسم الثاني لا بعد ما طلعوا التنانين لما يكبر التنانين حقوني راح ادمر واحرق كل شخص سلب مني شيء في حياته. فهذا من الموسم الثاني هو هم قاعدين يقولوا هذا الكلام. في الموسم هذا نفذت الاعدام الجماعي هذا نعم. فاللي سوته انه هي فعليا يعني مرت على المدينه رايح جاي شارع اخذت الشارع الى القلب الى يعني مو مثلا اخذت راحت للريد كيب وحركت. اول شيء بدت في الجدار على الحدود بعدين دخلت الشوارع كانت تخطط قول على الجدار مثلا عشان السكوربيونز وهذه الاشياء الجدار تفهم يا اخي قلنا طيب مثلا الطريق اللي فيه الجيش لما الريد كيب
اتفهمها هذه برضو حتى كان فيها برياح شويه بس انه اخذت اللي رايحين جايين جاي. وطبعا يعني كانت تستقصد المدنيين تقول اي خلاص تبغى المدينه كلها كل تحيا من الوجود. جراي وورم لما شاف دينيريس ماشي حتى بعد الاستسلام هجم على اشخاص كانوا اوريدي استسلموا وطبعا هذا يعتبر من اكثر الاشياء الدناءه المخزيه وعدم اللي ما فيها شرف في في ايوه هنا دق الشرف حق جون سنو هنا جون سنو قال الشرف لا 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 ما يصح اخيرا من بدري يعني شاف المدينه تحترق اوكي اعطاه النظره جابوا كذا ما استوعب يوم انقتل يا رجل من بدري رحم لي امه تعرف هو ايش اللي جد قتله يعني قتلوا داخليا لما شاف حقون الشمال قاعدين يسووا نفس الشيء هذا ما هو غير مقنع انا اشوف للامانه بالمره صح يعني اهل الشمال راح شرف ترى يعني ونعم فيهم غير ابدا ابدا يعني يعني الدثراكي اتفهم الدثراكي هم كذا عيشتهم اغتصاب قتل واسرق الانسلد فلوس ما عندهم اساسا اسمه كلام جراي وورم بشكل ومدفوع يعني مو مدفوع لهم انهم اسماء عندهم مبادئ يعني مثل اهل الشمال مبادئهم انهم يتبعوا هم عندهم مبادئ بس هم جيش مخصص للحرب ما عنده يعني سالفة الشرف وذا عندهم نصر وهذه يتبعون بس أهل الشمال حتى يعني كانوا يعصون كلمة ملكهم أيوة يعني بالعادة أهل الشمال ملكهم لو قال سووا اللي سووه ما حد يعرضه يعني حتى لو عاد عرضه يعني من اللوردات كلهم يقولون لا خليه هو الكينج يعني تعتقد ممكن هذا السبب انه عشان دينيريس سوت قام تبعوا الملك حقهم لا هم المفروض انهم يتبعوا جون سنو هذيك ما حد بيعترف لا هذه هي هم اساسا ما حد بيعترف يعني ما حد لا بس هم في الاخير اعترفوا الملك حقهم قال هذا ملك ولا ما كان جو الجنوب كانوا قاعدوا في الشمال طيب بس برضه يا اخي المبادئ صعبه يعني انا اتفق معك بس ممكن يعني النقطه اللي انت قلتها كذا شويه قلبت في راسي ان هم يتبعوا الملك مهما صار فممكن لكن طيب اللورد كوماندر حقهم مو المفروض يعتبر جون سنو يقول لهم وقفوا ما حد وقف ما حد هو بس قالها متى في الوقت الضايع خلاص بعدين يعني وقالها وكل واحد ماسك له رقبه من قاعد يقطع شفت هذاك اللي قتله هذاك يعني حتى يعني انا برضه معليش انا هنا ترى انا مستغرب انه كيف اهل الشمال فجاه كذا تحولوا يعني حتى قام يقاتل جون سنو اللي هم الفخر لا. حقهم فخر العرب محمد صلاح حقهم يقتلوا زي كذا زي السلام عليكم لا وكان يبغى يغتصب البنت ففي يعني فيها صراحه غشة غير منطقية من ناحية مبادئ الشمال هل الحرب زي ما قال مثلا الملك روبرت انه الحرب تغير الشخص وتخليه أتوقع انه هذا اللي راحوا فيه بس اتوقع زي ما قلنا انه لازم يبينوا فيها اشياء في اشياء يعني ما تكفي المخرج يطلع في نهاية الحلقة يقول لي ترى مفروض كذا صح دينيريس يوم عصبت فلاش باك واحد كذا 5 ثواني تتذكر ايش صار لا فلاش باك حتكون مره ما هو فلاش باك يعني كذا لقطه 5 ثواني تتذكر مبينه تذكرت لا شوف هو يعني انا ما عرفت اني تذكرت الا ايش من المخرج ايه. انا اللي شفته واحد دايبولر كذا واقف فوق التنين بعد قال يلا خل خش هذا غير رايه في نص الخلق بس شوف كانت حتكون اسوء لو حطوا اي مشهد او صوت او حاجه كانت حتكون مره رخيصه بزياده شيء رخيص مره لا شوف هو كان الفلاش باك وجهه لو تشوفه كذا بدون ميك اب وبدون شيء ومفقع وهذا خاص ما بس ما بينوا لي انه هي تذكرت هي واضح انها زعلانه شوف هي زعلانه من يوم ما مات هي لا بالفعل زعلانه هي كانت واضح انه هي ناويه هذا الشيء من اول وكانت شويه اقنعها تيريون بس لما شافت اللي قدامها قالت ايش اقول لك بلا تيريون اول مره يسووا هذه المخرجين يطلعوا يقولوا قالوا قبل كم حلقه حقت اللي نسيت الارون فليت يوم التنين مات ما ادري طبعا يعني. بالنسبه ليورن جراي جوي الشيء اللي من جد قاهرني انه في يوم من الايام قالوا انه عنده البوق حق التنانين هذاك وانا عاد سمعنا عنه ولا شيء طاري اي شيء مره هذا والله البوق انا نسيته يا رجل تذكر معك والله يا لطيف المهم في طبعا صارت معركه جيمي قاعد يحاول يوصل لدينيريس لسيرسي وجاء طلع له فجاه يورن جراي جوي وقال لو حتقتلني حتصير الاستاذ حقهم اللي قتلت ملكين قال له انت ما انت ملك قال ما عليك ملك والله ارجع كذا ما في معليش حوار رخيص انا صراحه ما ابغى اتكلم عن المشهد اللي شفته من اسوء المشاهد صراحه لا قتال لا الصدفه الغريبه هذه سبحان الله كله كان سيء صراحه وجيمي ما شاء الله انطعن من هنا ومن هنا وما عليك كمل حتى ما تعب نفسه يعرف شويه كذا لا ماشي طبيعي مره جري فالمشهد صراحه كان سيء شخصيه تيرين جراي جوي اصلا من اول ما جابوها رخيصه
جيمي كانوا ماشيين مره كويس في بناء شخصيته، بس اخر حلقتين هذه ما ادري ايش اللي طلع، لكن المهم انه جيمي انتصر وكمل يوصل لسيرسي. سيرسي اخيرا حست بالهزيمه لما بدا تطيح المباني اللي حولينها وبدا يطيح جزء من قلعتها، لكن الى هذيك اللحظه ما زالت مقتنعه. اخر لحظه الى اخر نفس كل ما قاعد تقول لا لا ما عليك، في جولدن كمبني، جولدن كمبني راحوا، في عندي اللانسترز حق الجيش راحوا، لايرون فليت راح، في انا ايش بك لا حد يستسلم، خلاص روحوا ومين يستسلم احد لا هذا نفس اللي صار لرامزي بولتون، انه ما كان مقتنع ابدا انه هو خسر لين ما عض وجهه الكلام، بس الى هذيك اللحظه كان هو ما زال مقتنع انه ما خسر. فهذا لما يقول لك جنون العظمه، فهذا اللي صار. طبعا مو جنون العظمه اللي صار لسيرسي، جنون بشكل عام. وكانت مقتنع انه الريد كيب يعني من مئات السنين عمره ما حد اقتحمه، انه هو امن مكان. طبعا في اللقطه اللي هي لما جات النين فوق الكينجز لاندنج، اللي هي نفس اللقطه اللي شافها بران قبل كم موسم، اي الظل حقه، اي مضبوط. فهذا اللي كان الشباب اللي يقول لك انه لا بران ما يشوف المستقبل، انا قلت انه يشوف اجزاء من المستقبل. أيه. فهذه كانت واحده منهم. طيب فاخيرا اقتنعت، كيوبرن وذا ماونتن وثلاثه من هذا بداوا يحضروا، لكن قبل كذا صارت مقابله ما بين ذا هاوند واريا. نعم. مقابله كانت جميله الصراحه، يعني احسن شيء في الحلقه اتوقع هذه. ممتازه، جميله مره. لا انا هنا اختلف معك. يوم رجعت اريا، لما قال لاريا انه ما تبغى تصيري زيي، ما اقتنعت انا ما يعني اريا من اول هي اصلا تدربت وصار كل هذا التطور في شخصيتها عشان بس تسوي تقتل اللي في الليست حقه، وكان ما فتح الليست حقه الا بس سيرسي. فيعني هذا اهم شخص اساسا، هذا اللي يعتبر كانه قتل ابوها بعد جوفري. فغير ما انا اشوف غير مقنع، يعني يوم انها دورت قلت يلا سلام خلاص انا لا، بس هو شوف ما دورت، الشيء دورت هربت، هو قال انا بروح اكمل وخلاص. هربت يوم طاح فوقها هذا خلاص، هي في البدايه ما كانت اقتنعت بكلامه، بس يوم بدا يطيح على العمران وزي كذا حولت الدنيا بدات تكسر خلاص، تتغير انت يعني عندك مشاعرك لما تكون واثق وماشي، بعدما تحس ان الدنيا حتطربك على راسك تبدا تسمع بطريقه مختلفه. اللي عجبني في شيئين، اول شيء ذا هاوند صراحه من الشخصيات القليله اللي استمروا على قصته بشكل كويس. بالضبط صحيح، هذه يعني ما خربوها مره كثير، حتى مع علاقته مع مع اريا ومع سانسا ممتاز. ابدا ما خربوا شيء، الكاركتر نفسه هذا ما من الموسم الثاني الثالث يعني اوكي تغير في تطور، لكن مقنع، بس تطور ممتاز انا اشوفه مقنع جدا. الحوار اللي كان بينهم انا برضو هذا عجبني برضو، من ناحية إنه قال له الفينجنس وما الفينجنس، انتقام وما الانتقام، لا تسيري زي هذا المقصد حقه، تنتهي بشكل زي أنا يعني طالع فيه وشوفي هل تبغى تنتهي زيي ولا لا. طول عمري أنا ما في بالي إلا أخويا والانتقام، وهذا اللي وصلت فيه. وهذه الفكرة اللي عجبتني بالضبط، إنه بالفعل آريا الآن إيش لما سوت اللستة، إيش الفكرة منها؟ انتقام فقط لا غير، لأنه هذول ناس يتذكر يوم اللقطة اللي جابوا لها الليستين قاعد تعددهم زي كذا. فالمقصد الأخير هو ليش الانتقام فقط لا غير، فهذا اللي شفته إنه إيش الانتقام. أنا أشوف غير مقنع، أنا أشوف إنه دائما حتى آريا يعني كانت يعني أصلا آريا لا صارت للورد ولا تبغى، لا عفوا ما تبغى تصير ليدي ولا تفكر أساسا، ولا برضو ما أدري إذا كنت بتصير نايت أو لا، ما قد لما حتبدأ هذا الشيء. كل اللي كان في بالها يعني كان هدفها من الحياة الليست حقتها، أحس أيوة، بس إنه بحوار واحد فجأة تغيرت. يعني لو مثلا قلنا إنه مثلا قتلت أي أحد من اللستة حقتها وصار شيء مثلا خلاه إنه تحس إنه أوه فعلا قاعد يسبب مشكلة، الانتقام حقي قاعد يسبب مشكلة، لا بالعكس إنه كل ما تنتقم كان الحظ معاها، يعني كان كل شيء كويس معاها. فيعني الشخص الوحيد الباقي في القائمة وهو أهم شخص نشوفه للأمانة في القائمة، إنه بهذه الطريقة خلاص إنه يلا خلاص أصير زي خلاص يلا خليك إنسانة كويسة، روح عند أهلك، صيري ليدي، تزوجي، تخلف عيال. لا هو مو بتصير ليدي، بس نقطة الانتقام بس. يعني شوف هي أساسا أريا إيش غير اللستة حقتها؟ ما في ولا شيء. أريا يعني اللستة حقتها مو ما في ولا شيء، يعني اللستة حقتها أساس في شخصيتها. هذا اللي صار في الحلقة هذه، اللي صار في الحلقة هذه إنه أريا صارت تنظر للحياة مو للموت،
يعني طول الفترة هذه تنظر للموت إنه هذول الأشخاص يبغى يموتوا. في الحلقة هذه اختلفت بعد ما صارت والدنيا صارت تطربق وسمعت الكلام وشافت اللي في الشارع، صارت تنظر للحياة وصارت تحاول تنقذ الناس بدل ما يحاول بس هدفها أنها تقتل. طيب في الحلقة الثالثة الموت كان قدامها فعلا، الموت الحقيقي كان قدامها ولا تغير شيء. يعني هذا اللي صار في الحلقة هذه ما هو مثل اللي صار في الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة كان فعلا موت، كانت الوالكرز والديد وولكرز كانوا بيطوحون قدامها ويلحقوها كلهم، ولا فكرت بشيء غير أن الانتقام. شوف أنا من النقطة هذه أنا أتوقع اللي صار لها الحلقة هذه أقرب من الموت من اللي صار لها في هذا. شوف أنا يعني أنا أقول نلاحظ أن تصوير المخرج إيش تبين لنا في اللقطات الوايت ووكرز وهذه، أوكي صقعت الجدار وضعفت بس لسه قاعدة تسوي شغلها، لسه ما هي ما قدرت تسوي شيء، مي عاجز عن الإنقاذ ولا ذا، لسه تقتل ولسه ذا. اللقطة هذه جابوا لنا طاحت ثلاث مرات، تفقعوا جاء صب الدم من كل مكان، لو بشر كثير قاعدين يموتوا حولينا أطفال، كانت تبغى تنقذ ناس وما قدرت تنقذ. شوف أنا اللي بيخليني أحكم إذا كان فعلا هذه نقطة تحول، إذا كان هذا الحدث نقطة تحول في شخصية أريا الحلقة الجاية، هنا الشيء اللي بيخليني أقتنع هذه الفكرة بالضبط. هو نصل هذه الفكرة. أيوه. العيون خضر أتوقع من في سي خلاص ما في غير هايو هذه أنا بقول لك. بس ترى الحوار أنا بس بضيف نقطة بس بسيطة بالحوار اللي صار بين أريا و أتوقع أن أهم شخصية بالنسبة لآريا اللي ممكن إذا وحيد اللي غيرها اللي هو مين؟ The Hound. يوم قال لها لا تصيري زيي، هي تكره شخصيته تحبه لأنه كان يرعاها وزي كذا، بس تكره فكرته وشخصيته وأنه ما همه لنفسه وزي كذا. أيوة أناني. فلما قال لها لا تصيري زيي قصده أنه هي عارف أنه من هذا لأنه عاشت معاه وزي كذا، وهو كمان اعترف أنه أنا شخص هي أخيرا اعترف بها. هذه هي. طبعا هنا نخش على القتال اللي صار بين The Hound The Mountain. طبعا الـ يعني كان في اكثر من شيء جميل صراحه في المكشف هذا. اول شيء طريقه التصوير، يعني الدرج الى ولا مكان هذا كان مره جميل. التنين اللي كان اللي بيمر ويجي كان مره رهيب. النار اللي تحت اللي هو الموت المحتوم. طبعا قالوا له كيوبرد قالوا يا شباب ما احنا فاضيين خلنا نعدي، امسكوا كذا واعطاه في الزر واحده. اخيرا يا اخي اخيرا مات هذا ماني كيوبر. انا كنت اشوفه صراحه يعني انا ما مدني يا اخي والله انا احبه انا مستغرب يعني مره ما اكرهه له هذا. بس شوف The Hound كيف انه قدر بكل بساطه يقضي على ثلاثه من الحرس الملكي، ويعني حسيته شوي رخيصه. لكن احلى شيء ساسي لما كذا معليش عندكم بس مشغول انا شويه والله لازم الحق والله موعد كذا دخل قبل شويه ايش امك خلينا سفينه تحت تلحقني لو سمحت ماني كان يعني مشهد جميل. وبعدين كيف سيرسي فعلا كانت مشتها تعرف الانكسار خلاص انكسرت تماما. طيب كيف كانت المعركه؟ هل كانت قد التوقعات حق التوقعات؟ طبعا الناس من زمان قاعدين ينتظروا معركه The Mountain و The Hound، فكيف كانت؟ انا اشوفها ممتازه للامانه من ناحيه المكان التصوير. برضو اخيرا شفنا فرانكشتاين، شفنا وجهه The Mountain، شفنا جسمه كيف التحول من جد اللي صار، يعني صار ميت فعلا. عبقري يا اخي كيبان عبقري مره يا رجل سوى وايت ووكر بدون وايت ووكر اخضر جرين ووكر الحين هذا. فانا بالامانه القتال مره عجبني مره للامانه، فخاصه ختاميه القتال يوم نطوا هذه يعني كانت انه خلاص عرف انه اخوه ما في فايده لو يطعن فيه لما يقول بس طعنه هنا 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 مره سكين. انا ما ادري كيف الطريقه يعني هذه. شوف هو ميت بس متذكر اخوه، شفت كيف؟ هو ميت بس متذكر اخوه، بس انه بعدين حتى متذكر اللي حقت سواها في اوبرن هذه كانت كانت جميله هذه اللقطه. بس فيها شيء معلش هنا بكون شويه مستقل ما هي مقنعه بعدين يوم فتح عيونه خلاص المفروض انا توقعت انه انعمى. لو واحده توقع واحده انفقعت واحده اللي فتحها انا عشان اشوف الضغط. انا حتى اتفق معك لانه بدا يطلع دم من هنا. انا شفت والله بتكون لقطه مره دراميه وحلوه اذا كان من جد انعمى وعلى طول نط على اخوه خلاص من الصوت نط على اخوه وطيحه، فهذه بتكون اوف. والله توقعاتي يعني شوف قد المستوى ما قد المستوى. شوف مع ما التسرع اللي سووه حسيته بعد مفروض زيادة شوي في الذا. برضو أضفنا أنه توقعت أنه غري وورن يكون له دخل، بس ولا له دخل غري وورن في The Mountain؟
من هو اللي قص رقبة مساندي حلقة الماضية. بس غريوار هناك. إيه. غريوار يعني توقعت يضيع في الحرب. أنت توقعت شوف أنا توقعت محرب وصار إنه تصير فوضى. وفوضى بس ترى مدينة كبيرة. أنت شفتها كمان يعني صورنا لها المصوروها لنا من فوق كبيرة مرة. إيه بس يعني توقعت إنه غريوار ينصع على طول إيش؟ لو ينشوف أنا أقول لك لأنه دايركت يروح بحصان كمان ما راح يوصل ما راح يقدر إنه يوصل لما القلعة. شوف أنا اللي ما عجبني في المعركة أنها ما كانت متواصلة يعني ما عجبتني الحركة الإخراجية إنه شوي يجيبوا ذا هاوند وشوي يجيبوا آريا وشوي يجيبوا ذا هاوند وشوي يجيبوا آريا. لو كانت متواصلة مرة واحدة فعلًا. يعني هذه قتلت أم المعركة بالنسبة لي كذا مليت وأنا بتفرج صراحة يعني ممكن بس آخرها لما نط إنه كيف الشيء اللي كان يخاف منه وأكثر شيء يموت فيه النار. كانت حلوة يعني بس إنه طريقة القصقصة هذه وكل شوية هذا وشوية هذا كانت صراحة سيئة بس يعني معركة بشكل عام كانت أشوف أن أفضل شيء صار لما في الحلقة يعني هو بالفعل أنا معك أفضل شيء صار بدون منازع صراحة اللقطة الوحيدة المقنعة يعني وشفت أنها يعني أي بس بمبررات كأخراج ما عجبت. طيب لكن الحلو في القصة هذه كلها انه مو دمات ناوت في الهجوم انه كان من منظور الناس مو من منظور دينيرس يعني ما جابوها ترى بالفعل صح كان في البدايه صح. بس فاحنا كنا بنشوف الناس تنحرق وكذا وكملت عليهم حتى بعد ما ماتوا الشباب. ونيجي هنا للفقره اللي هي كانت بين جيمي وسيرسي طبعا جيمي نزل بها تحت صح ايوه قال لها وما عليك ونعط وما يهم الا احنا وكل هذا الكلام ونزلوا تحت ولقوا الجدار مسدود وطاح عليهم من هذا وماتوا. شوف انا النهايه كانت ممكن احسن من كذا كثير شوف بتكون احسن من كذا شوف انا اقول لك النقطه اللي يعني انا يعني كنت اتمنى تكون طريقه الموت مو كذا بس انها تموت مع جيمي يعني لما يعني من ناحيه رومانسيه تصير كذا غريب شويه طيب من ناحيه رومانسيه مؤثره بس انه كذا موتت كيف في المشهد نفسه في بروز يعني بروز بعدين لسه من الحلقتين كانت مرسله واحد تطفه تقتله لكن زي ما تقول بعد ما انكسرت هي صارت تشوف بطريقه صافيه ممكن افضل كمشاعر يعني شوف انا مشكلتي مع انه ضيعوا البوتنشل حق موتة سيرسي او يعني موتة سيرسي يعني خلينا نرجع للاشرار اللي في السلسله الفريز كيف ماتوا خرافيه مره رهيبه بولتن كيف مات خرافيه سيرسي كيف ماتت مفضل لا يعني ماتت طاح جدار فوقها يعني لا قابلت دينيرس لا قابلت جون سنو لا قابلت اريا ولا بس شوف يعني احسه منطقي اكثر يعني هو لو قابلت اي احد من هذول اشوفه غير منطقي خاصه من اللي قاعد تسويه دينيرس فوق راسها يعني شيء مو طبيعي لكن هي من ناحيه رمزيات انه يطيح فوقها الشيء اللي هي قاعده حاولت تمسك فيه السبع المواسم كلها ولا ثمانيه مواسم هو الشيء اللي قتلها يعني من ناحيه رمزيه ليها معنى لكن الفكره وكل هذا الكلام ما كان عندي مشكله المشكله عندي شيء كل الاشياء اللي اتبنت في شخصيه جيمي ما حسيتها في هذه اللحظه راحت اختفت فجاه كذا مره ما حسيت رجع هذاك الاول اللي مستعد يسوي لها اي شيء ايوه الشيء الثاني برود المشهد كان بزيادة يعني هو المفروض أن يكون مشهد بارد لأنه مشهد عاطفي وزي كذا لكن برضو حسيته أبرد من لازم حتى أني أنا فصلت وأنا بتفرج يعني ما حسيت مركز ولا أنا بس معك 100% طيب طبعا لما دينيري شغالة ما شاء الله وحقها التنين معبد بنزين للصبح ما فجر كل حاجة أنا عطشت والله أني عطشت إيش هذا أي. الشباب جون سنو قال يا جماعة ايش رايكم نفر؟ دوري يلا شوف هم ما سمعوا يوم قال لهم بس سمعوا يوم قالوا يرجع بس ممكن فول باك فول باك هذه يعني ترى بتموت كل واحد العطه لاحظتم شيء في الحرب هذه في اماكن كانت تنفجر بنيران خضراء بالوايلد فاير هل سيرسي كانت حاطه وايلد فاير بس حق هذا حطها ابو داني هم المفروض ان هم عارفين مكانها حسب كلام كيوبر غير اللي فجروها عارف المفروض انهم عارفين مكان الوايلد فاير اللي تخزنت فهو انه ما استخدمت في هذه المعركه حسيت انه يعني غريبه صراحه لا معلش انا بعدين لاحظ انه لما طلقت على السطوح انفجرت مو مثلا لما تهدم المبنى بعدين انفجرت
لأن ترجع تشوف المبنى كأنه متخزنة فوق ما هي متخزنة تحت. أنا اللي توقعته سيرسي كأنه يعني تزود السالفة إنه حتى لو حرقت شيء كل شيء يحترق، فهمت؟ هي حاطة البنزين استنى بس الفتيل. لا بس أنا أشوف هذا اللي أنا اللي فهمته من اللقطة. إذا سوتها كذا سيرسي إنه هي أساساً كيف تقعد تخرب بيتك أساساً وأنت هو أساساً هذا لو هي سوت كذا أساساً هذا صالح داني. سيرسي من أول بيعتها بريال. لا 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 هذا صالح هذا أساساً صالح العدو. إذا أنا بقعد أحرق بيتي عشان العدو يدخل هذا صالح إلا إذا كانت تستخدمها بطريقة أخرى. أنا فاهم إيش قصده إنه هو لو خسرت إنه علي وعلى. إيه فهمت هذه هي بخرب علي وعليك هذه الفكرة. بس هي مشكلة سيرسي إنه هي كل لحظة لين ما وصلت التنين عند وجهها وهي مقتنعة 100% إنه هي هتفوز، فما أعتقد أبداً إن هي كانت فكرت في خسارة إنه إيش. صح أيوة من هذه لا بالفعل نعم، بس أنا هذا اللي فهمته ما أدري ليش يعني إخراجياً ليش موجودة وولد فاير. لا ما لقيت له سبب إلا هذا صراحة. لا هي ترى من يعني معلش أنا أذكر إنه من أول من الموسم يوم حرقت الكنيسة السبت إيه فكانت اساسا هي عارف انه في اماكن مخزنه فيها الوايلد فاير تمام، وما حد يدري فيها الا هذاك الحكيم اللي اساسا هو اللي كان بيسويها. لا مو هو الثاني أيوه. واحد ثاني كان بيسويها فكان هو الوحيد اللي يعرف وتيرين، بس دول الاثنين بيعرفوه لانه اساسا تيرين اللي قد استخدم من المخازن الموجوده فيها. اساسا ابو داني كان مخزنها في اماكن معينه في المدينه حتى لما كان يعني بنذمون. انا ما اعتقد انه هي خلوها زي ما هي، يعني عشان تفجر السبت لازم تكون في مكان معين، فأكيد 100% إنه هم حركوها وخلوا هذاك اللانستر يلحق الولد الصغير لين هذاك المكان وبعدين ولعوه، فهمتني؟ فأعتقد إنه لا هم يعني حركوها زي ما حركوها عشان المعركة حقت الموسم الثاني اللي هي بلاك ووتر برضو كانوا حركوها عشان يسووا هذا الشيء. فأعتقد إنه أو ممكن يكون في أشياء ما عرفوا مكانها ممكن، لكن انفجرت فوق غير ما. طيب آخر شيء طبعا آريا برضه هي في الهروب وماتوا ناس وانحرقوا ناس وما ادري ايش، وقامت وكان الموت حولينا من كل مكان، اللي هو الاطفال الطفله هذيك وامها اللي كان معاها من اول من نص الحلقه كانوا محروقين، يعني وصلها اوبر ما شاء الله وجاهل فتح طالعت قدامها ولقيت الحصان الابيض. الحصان الابيض رمزيه، دي رمزيتين عادة الحصان الأبيض في بعض الثقافات يقول لك إنه هو الريبورن، إنك ترجع تنولد مرة ثانية، يعني مثلا يكون عندك معتقدات ولا يكون عندك شخصية معينة ترجع تنولد مرة ثانية بطريقة مختلفة، وهذا اللي ممكن يعني يدعم الكلام اللي هو ممكن الآريا تغيرت ما تغيرت بعد كلام ذا هاوند. أيوة لكن في بعض الثقافات يقول لك إنه اللي راكب على الحصان الابيض وطالع من من الاش من الرماد الحطام وهذا ايوه يكون هذا عاده احد ملوك الموت، ممكن تجي كذا ولا توقع يعني سالفه اعاده البعث وهذه من يعني ناحيه انه هي رايحه تقتل دينيريس أيوة يعني هي اقتنعت بكلام ذا هاوند يعني جابوها كذا ولا والله في خيار ودي يصير في خيار مو ودي يصير توقع واضحه بس لانه حرام يعني اوكي خلهم اريا هي اللي ختمت الموسم كامل طلعت الكل كل شيء ختمته هي طلعت هي ازورها هاي في النهايه بالضبط يعني هذا بشكل عام طبعا لانه الحلقه كانت عباره عن معركه بشكل كبير فما في احداث كثيره اتوقع ممكن هذه اكثر حلقه للان سجلناها بشكل عام اخراجيا الحلقه كانت جميله CGI كان رهيب انا اشوفه من افضل في اي حلقه ثانيه كان هذا افضل يعني اول مره اشوف التنانين بهذا الشكل الحلو الامانه في لقطه واحده كان CGI معفن شيء يعني لقطه المرسنيريز واحد بيجروا ايوه هم بيهربوا كان في تحت الارض حاطين تكستشر يا رجل بريال انا ما انتبهت لها الامانه انا انتبهت لها في واحد من الشباب والله انا ما انتبهت لها معك انا اكون صريحة واحد من الشباب قال لي ارجع اشوفها يوم شفتها لدني ما شفتها الصراحة يعني خرب علي السي جي كاملة هذا زي الكوب يعني أغلب الناس ما انتبهوا له بس لما واحد شافه قام قتل كتابياً يعني قتلوا أم الشخصيات البناء الشخصيات كله مات في كثير من الشخصيات طلعت عن الشخصية نفسها سوت أشياء المفروض الشخصية هذه ما تسويها
كثير مو بواحد ثلاثة. مستحيل إنه يسوي اللي يسويه وهو قاعد بينهم. صح. يعني فيروس عادة لما يخطط إنه يطلع برا المكان. إيه بالفعل. يسوي حاجة يرسل بس إنه يقعد في مكانه ويجي يستنى الموت ماشي. في شيء واحد أتوقع إنه له دخل الحلقة الجاية بنشوفه. أول خطاب في أول لقطة. اللي قرأ كلام كان مذكور إن جون سنو هو ريغار تارجيريان. ما قرأته إيجون إيجون تارجيريان. ما قرأت الباقي بس إنه واضح إنه مرسل الخطاب هذا لحد ممكن إنه بعد الحرب هذا الشخص يكون هو توقع يعني لا أنا أتوقع ترى مو مرسل الخطاب أتوقع مرسل الخطابات أي خطابات أي لا شيء ما هو خطاب واحد يعني هذا الخطاب كرره أكثر من يمكن الحكيم أو أكثر من من الملك أو اللورد لأنه لو تشوف إنه كان يكتب بعدين جاء في الليل هو لسه قاعد يكتب بعدين جاء وحرق الرسالة هذه أي آخر واحدة لما أعرف إنه هينقفط فكتابيا الحلقة صراحة كانت دمار. طبعا قريت خبر اليوم أمس مرة زعلني يقول لك HBO قالوا للشباب اللي كانوا بيسووا المسلسل إنه أي ميزانية زيادة تحتاجوها ما عليكم. واحد اثنين إنه لو تبغوا تزووا مواسم زيادة تعتقدوا إنكم تحتاجوا مواسم زيادة عشان تعطوا القصة حقها HBO معطي الضوء الأخضر أيه. بس طيب هم الاثنين الأخوان قالوا HBO لا ما عليكم احنا هننهي في الموسم هذا يا شيخ بس كل اللي نبغاه منكم ان نبغى مدة أطول للتصوير ما أخذوا تقريبا سنة ونص مو عشان الثلج أخذوا سنة ونص الشيء زي كذا ما أدري التسليك كله المهم فكان في الخيار انه ما يستعجل زي كذا ويعني انت لما تشوف الممثلين نفسهم قاعدين يتحلطموا وتشوف الكاتب هل الكتب قاعد يتحلطم و HBO قالوا لهم نعطيكم مجال يعني معقولة يعني هم الوحيدين اللي قالوا ما توقع الممثلين بيقولوا لا مستحيل يعني رجل في ناس ما هم معروفين الآن في هو كله في قمة الشهرة هو المسلسل الآن. كله جاب ناس ما حد يعرفهم إيه وصاروا الحين طلع ناس يعني ربى أطفال يا رجل آريا وسانسا فكرة سيرسي واحد سيرسي كل حلقة طلعت فيها في الموسم هذا أخذت $500,000 فما يبزعل أنا وكل 99% من المشاهد هي واقفة طالع في الشباك وبيدها هذا كل عنده فصراحة يعني أنا أول كنت أقول أنه هل HBO كانوا يخلصوه عشان يبدأوا الموسم الثاني بالفعل. هل مدري إيش هل بس لما طلع أن هم نفسهم يعني يقولوا ما عليكم حنضبطكم وطلع بهذا الكلام صراحة هذا غير مقبول الكلام وأشوف إنه باقي حلقة خلنا نشوف أنا حبيت أحط الحلطمة في آخر الحلقة عشان والله لو يسوي إيش في الحلقة هذه ما أتوقع إيه صعب خلاص وصل نقطة اللاعودة بعد الحلقة هذه شوف الشخصية الوحيدة اللي انتهت في هذا الموسم وكانت نهايتها شخصيتين جيفري مورا جورا مورا وداهوند دول الاثنين اللي انتهت شخصيتهم نهاية حلوة ونهاية مقنعة ونهاية يعني واقعية شيء يعني أفضل شخصيتين أنا شفتها انتهت هذا الموسم مليون شيء انبنى ولا عاد شفناه لو ينبني المواسم بعدين اختفى صار ما له أي قيمة ما له أي فائدة يعني أنا ما أدري يعني إيش السبب اللي يخليك تكنسل واحد من أفضل خلنا نقول بعد الموسم هذا يمكن يرجع شوية ما توقع أنه بيصير أفضل واحد عنده بوتنشل أنه يصير أفضل مسلسل على مر التاريخ أكثر مسلسل عنده شعبية على مستوى تروح التاريخ. تكنسله زي كذا أو تقتله زي كذا مع أنه جميع السورسز والأشياء اللي عندك تقول لك روح كمل تقول أنت لا يعني والله شوف واحد قال عاد. الكتاب هذول من أفضل الكتاب اللي يأخذوا الكتب وينفذوها لكن أسوأ الكتاب اللي يكتبوا بشخصي يعني يقول لك من الأمثلة الممتازة أنه واحد فيهم هو اللي سوى واحد من أفلام وولفرين وخلى ديدبول اللي مخيط فمه يقول هذه كانت فكرته اللي طلعوا في لاكي يعني تعرف مستوى الكتابة كيف ديدبول هذاك من شيء لحاله هذاك المهم يعني اللي شفناه في خلنا نقول 6 المواسم الأولى أو 5 المواسم الأولى وحتى 4 المواسم الأولى برضو من الأشياء اللي استمتعنا فيها بشكل كبير التحليلات والحرق والسواليف يعني ما شفت مسلسل في التاريخ صراحة فتح حوارات زي Game of Thrones مرة فاللي سووه صراحة شيء عظيم لكن ختامه مع الأسف كان علقم ما كان مسك
لكن نشوف ممكن يفادونا بخاتمة كذا تقعد صفق. لا صعبة. يعني شخصيات كثيرة كيف راح تنتهي؟ أي. أنا هذا الحين قاعد أفكر فيه. يعني ما يعني مثلاً قلنا ثلاث شخصيات أربع شخصيات ممكن تنهيها في حلقة واحدة، بس كم شخصية عندك أنت الحين قاعد تنهيها شخصيات الرئيسية؟ يعني أشغلونا ببران وبعدين طلع زي قلته. أشغلونا بأزورا هاي، أشغلونا بالبروفيسيز والتنبؤات، وكل واحد يعني فعلا تنفذ كمية كبيرة من المسلسل في أشياء تبخرت. حتى البريكول اللي توقعنا أنها بتنقذ المسلسل واحد منها تكنسل، فما عاد فيها يعني شيء ضاع كذا، ما تشوف شيء عنده يعني كمية بوتنشل زي كذا ويروح يعني. فليه مناقصه شيء؟ الجمهور موجود متعطش، الشبكة دعمتك، يعني إيش تبغى أكثر من كده؟ ما أدري شو أقول يعني صراحة. قد نعيد نفس النقطة، إحنا قلنا ثلاث مرات بس أنا ليش؟ التقييم الحلقة هذه أسوأ تقييم في روتن توميتو في كل المواسم، أسوأ على الإطلاق يعني. مع أني أشوف كان فيه أسوأ من الأخير، لكن الناس خلاص أنه واحدة ورا الثانية ورا الثانية صارت، أتوقع أنه صارت كذا يعني. على المهم أتوقع قلنا كل اللي نقدر نقوله في الحلقة هذه. أنتوا قلونا في التعليقات إيش متوقعين في الحلقات القادمة، إيش رأيكم في النقاش، إذا عندكم نقاط تبغوا تذكروها. ولا تسمعوا كمان البودكاست، لأن البودكاست نمشي على مشهد مشهد، فيكون النقاش أكثر تفصيلا، بينما هنا نأخذ المواضيع الكبيرة. لا تسووا لايك وسبسكرايب وشير وكل هذا الكلام. شوفكم عندنا إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله، إن شاء الله إذا ضبطت حيكون عندنا ضيف جدا جدا مميز، ففعل الجرس عشان يجيك التنبيه، لأنه حيعجبكم الضيف هذا اللي حيكون معنا من الشباب الثرونز المميزين. نعم. فشوفونا الحلقة القادمة، نهاية الخمس سنين من الحرق في كشكول تنتهي إن شاء الله الأسبوع الجاي. فأنا جدا متحمس، أبغى نقاش ما بعد الموسم، يعني نبغى نناقش المسلسل كامل. هذه يبغى لها نعم. فيبغى لها حلقة كذا خاصة إن شاء الله. تكون إن شاء الله. فنشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة على ألف ألف خير. سلام.